هل تظن انسحاب روسيا من سوريا صحيح أم لا؟ والله بالنسبة لهذا السؤال، يعني صار انسحبوا بيجي يمكن 4 مرات أو 3 4 مرات، ما بالضبط ما بعرف، لكن انسحاب روسيا هذا انسحاب هيك على الإعلام وعلى الكذا، ولا وإنما هم مثل ما بتعرف عندهم يعني قاعدتين يعني المعترفين فيها رسميا، فما بنعرف الغير رسمي، وهي يعني سياسات دول وسياسات كلها ضحك على اللحى، سياسات كذب وافتراء ودجل. نعم، بالنسبة لسوار لسنا مكترثين بعدد الدول، ولكن بالنسبة إلى روسيا فانسحابها من المؤكد أنه صحيح، لأنها لا تستفيد شيئا في سوريا إلا أنها تستنزف قواتها عسكريا واقتصاديا. والله الأمر يحتمل وجهين، الوجه الأول أن الانسحاب قد يكون صحيح، وهذا يعني ما لفت انتباهنا بزيارة الرئيس بوتين لقاعدة حميميم. طبعا هو عبر عن الانتصار، فيريد من هذا التعبير أنه يسحب جنوده بالفعل، يعني هو بوتين يريد أن يخرج من المستنقع السوري، يعني لا يريد أن يكرر تجربة الأمريكان في العراق، فهو يريد بالفعل يعني أن يسحب جنوده ويتخلص من الورطة التي تورط فيها.